اتجوزت فاتن حمامة في حياتها 3 مرات. أول مرة كانت من عز الدين ذو الفقار، اتجوزته في سنة 1948 بعد قصة حب كبيرة قوي بدأت من تاني عمل سينمائي يجمعهم مع بعض، وهو فيلم خلود، وده الفيلم الوحيد اللي شارك فيه عز الدين في تمثيله جنب إخراجه. عاشوا مع بعض 6 سنين، خلفوا فيها بنتهم نادية، وأثناء ال6 سنين دول اشتغل الثنائي مع بعض في مجموعة من أهم الأعمال أبرزها موعد مع السعادة وموعد مع الحياة، وانفصلوا عن بعض في سنة 1954. الجوازة التانية ليها كانت من عمر الشريف اللي أسلم علشان يتجوزها، اتجوزوا سنة 1955، والجوازة دي خلتهم يبقوا من أبرز الثنائيات في تاريخ الوسط الفني، ورغم انفصالهم إلا أن الجمهور فضل يربطهم ببعض. انفصلوا في سنة 1974، وأعلن عمر الشريف بعد فترة عن سبب الانفصال، وقال إن هو اللي طلب منها الانفصال علشان في الوقت ده كان بيشتغل في هوليوود، وخاف لواحدة تانية تلفت نظره ويعجب بيها ويحبها على فاتن حمامة، علشان كده هو طلب منها الانفصال علشان ما يجرحش مشاعرها. أما تالت جوازة والأخيرة ليها كانت من محمد عبد الوهاب، اتجوزوا في سنة 1975، وفضلت عايشة معاه طول حياتها لحد ما ماتت في سنة 2015، يعني فضلت عايشة معاه 40 سنة. تعتبر الفنانة فاتن حمامة واحدة من أهم النجمات في تاريخ السينما المصرية، بل كمان صنفها كتير قوي على إنها الأكثر موهبة وذكاء، وده اللي خلاها تكتسب لقب سيدة الشاشة العربية بعد سنين شكلت فيها مسيرة فنية مميزة. مشوارها الفني طال لمدة 60 سنة كاملين، من الفترة بين 1940 لحد سنة 2000، قدمت خلالهم 106 فيلم ومسلسلين وبعض الأعمال الإذاعية. اعتزلت السينما عام 1993، وكان آخر أعمالها مسلسل وجه القمر سنة 2000. ومن أبرز أعمال الفنانة فاتن حمامة فيلم أفواه وأرانب، وفيلم الصراع في الوادي، وفيلم دعاء الكروان، ونهر الحب، وإمبراطورية ميم. فاتن حمامة اتولدت يوم 27 مايو عام 1931، وتوفت يوم 17 يناير عام 2015.